نص أرنب بعد إذنك. سراك أحمد منير؟ أيوة فندم. أمي الله يرحمها ويحسن إليها كانت بتموت في سراج منير، سميتني على اسمه. نص مليون جنيه مرة واحدة؟ بعد إذنك، إذا ما كانش يضايق حضرتك. اكتب العنوان. أفهم؟ اكتب العنوان سيادتك. لحظة واحدة لو سمحت. اتفضل. أستاذ يوسف. هقتلك. هخنقك. أستاذ يوسف. النهاردة 18 في الشهر. إياك ما يكونش اتأخر زي كل شهر. لا لا لا، اطمني، وصل. أستاذ سراج. لو سمحت، اتفضل من هنا. الشهر اللي فات وصل يوم 25، مع إنه قايل لي في جوابه إنه بيبعته قبل الشهر ما يبتدي بمدة، لكن الظاهر يا ابني بيتأخر في البوسطة. فين وفين على ما يوصل من كندا. وفي جوابه الأخراني بقى بعت لي صورة ليه ولمراته، ما هو أصله اتجوز واحدة كندية وخلف منها عيل. بعت يقول لي تعالي. أروح فين يا ابني؟ هو أنا أقدر على السفر؟ هو وحشني قوي صحيح، أصل أنا ماليش في الدنيا غيره. عارف يا أستاذ يوسف أنت فيك شبه كبير منه. الشركة بلغتنا امبارح، بس المرة الجاية لازم تدينا مهلة على الأقل يومين، وما تجينيش قبل البنك ما يقفل بدقايق. إن شاء الله. هو المبلغ كام بالظبط يا أستاذ يوسف؟ 120 جنيه. ميرسي. العفو. مظبوط؟ إلا مظبوط. طبعًا يا فندم، الدار أمان. شكرا أوي يا أستاذ يوسف. لا العفو. الخروج من باب اللي وراني. معلش أصل هنايا زغللت من كتر العد. إيه؟ تمام؟ أستاذ سراج. أستاذ سراج.
استاذ سراج الشنطه بتاعتك كانت هتتسرق. مش بتاعتي يا ايه؟ اطلع يا استاذ يوسف. يوسف مالك واقف تاه كده ليه؟ ايه الشنطه دي يا يوسف؟ والنبي ده وقته يا يوسف تشتري شنطه غاليه زي دي؟ احنا في عرض جنيه واحد. جبتها بكام يوسف؟ في التاكسي هنتكلم بعدين. انت جرالك ايه النهارده؟ شنطه جديده وتاكسي كمان؟ انت طبيت على البنك ولا ايه؟ الله، ايه اللي بتعمله ده يا يوسف؟ مش هنتفرج على الانتريه بعدين؟ اصلي تعبان شويه ولازم نروح دلوقتي. يبقى نروح في الاوتوبيس زي كل يوم. سهام اصلا ما اصلش يا يوسف. يلا بينا الاوتوبيس هناك اهو. يلا النهارده. في واحده زميلتي باباها مقاول المباني، بيبني عمارات كبيره قوي. قلت لها اتكلموا على شقه متهاوده. يا سلام يا يوسف لو لاحظت باباها مقاول المباني، ما كانش هيبقى عندنا اي مشاكل من اي نوع. فاكر يا يوسف الحمام البامبي اللي شفناه امبارح في التلفزيون؟ يا سلام يا يوسف لو نقدر نجيبه. ولا اوضه النوم اللي شفناه كانت تجنن يا يوسف. يا سلام لو نقدر نجيب كل ده يا يوسف. وورق الحيطه اللي شفناه في اخر محل. الله عليه يا يوسف، لو نجيب الموكيت كمان من نفس درجه الورد اللي كانت موجوده فيه. ولا اوضه الاطفال يا يوسف، الاوضه اللي شفناها كانت مش معقوله يا يوسف. انت ناوي تتغدى عندنا النهارده ولا ايه يا يوسف؟ ها ليه؟ محطتك اهي. يا نهار ابيض يوسف. يوسف الشنطة بتاعتك. خبر؟ مع السلامة. اتكلم معاك في موضوع مهم جدا. بعدين يا توحيد؟ بعدين؟ بعدين ايه؟ انا ما صدقت لايه؟ لا اصل ايه؟ لا اصل ولا فاصل. ايه هاخرك على الغدا 5 دقايق؟ معلش هنقعد على القهوه 5 دقايق وبعدين تمشي. تعال معاك. تعال والله زمان بقالنا كتير ما قعدناش على القهوه مع بعض يا يوسف. فاكر؟ فاكر لما كنا نزوغ من المدرسه ونيجي نلعب طاوله على المشاريب؟ قلت لي انك عاوزني في موضوع مهم. طب ما انا جاي لك في كلام. وحياتك بسرعه علشان انا اصلي مش فاضي. ما هو اصل الموضوع اللي انا عايز اكلمك فيه محرج شويه، انما معلش احنا برضه اصحاب قدام وزمايل. ما تتكلم دغري يا توحيد. بصراحه انا طالب القرب منك. ايه؟ ما تنساش ان انا نسيت. انا ما كملتش تعليمي لكن انا بكسب كويس وفاتح ورشه ميكانيكا وبشتغل فيها مع اخويا لامع اللي في الكويت. ما انت عارف. انت بتقول ايه؟ وطالب القرب مني في مين؟ في اختك سامية. انت اتجننت؟ اتجننت ليه يا يوسف؟ وانا مش قد المهام؟ ابدا مش قصدي يا توحيد، انا قصدي انها لسه ما كملتش تعليمها. يعني مين قال ان انا همنعها؟ ما تكمل براحتها. طيب طيب بعدين؟ بعدين عن اذنك دلوقتي. كنا عايزين نقرا الفاتحه الاول. الفاتحه دي يا جدعان انت ما تصلي على النبي. انت مش بتقول ان انت بروح بيتي يا يوسف؟ لا هروح مشوار الاول.
دي مش بتاعتك. انت سرقها وانا شايفك بعناية. وانت هتعمل بيها ايه دلوقتي؟ انا راح اسلمها للبوليس. طب ما انت عديت يجي على 50 اسم. سيب يابا الشنطة ومالكش دعوة بالحاجات دي. الحاجات دي خطر عليك. يلا يلا عشان تروح، عشان ماما مستنياك على الغدا. ما تخلينيش اذيك. انت شكلك مش وش بهدلة. هات الشنطة واجري على بيتكم. هات. لعلمك انا بشتغل في البنك اللي صرف الفلوس دي، وعارف اسم الشركة. هبلغهم بكل حاجة، ودي اللي اوديك في داهية. تو ماشي من شويه، كان باين عليه قلقان قوي وسال عليك كذا مره. ما قالكش راح فين؟ ما قاليش. معلم رفاعي، في برتيتا الليله ما تنساش. مع السلامه معلم. كنت فين يا رفاعي؟ الدنيا مقلوبه عليك. النجار فوق. معلم اتأخرت ليه؟ عملت شاي للمعلم يا بت؟ ده مش وقت زفت. قولي ايه اللي اخرك؟ حصلت شوية لخبطة بس جت سليمة، بس برضه ما كنتش هطير. دي مش اخر مرة، مش اخر مرة يا معلم. ايه اللي حصل يا رفاعي؟ ايه اللي جاب الراجل ده هنا؟ ضايقك حاجة؟ ابدا، بس من ساعه ما قعد عينيه بتطق شرار. بقول لك ايه، ما تسيبك من الشغلانه الهباب دي وتنزل تقف في القهوه تاني. ولازمته ايه الزعيق ده؟ ايه ده يا رفاعي؟ نمر القفل اتغيرت. وانا اتعرفنا، انا بشيل بس. الشنطه دي اتفتحت في السكه واتقفلت تاني. ما حصلش، الشنطه ما جابتش على عيني. ما تقول لي يا رفاعي ايه اللي حصل بالظبط؟ ابدا، واد من الافنديه اللي شغالين في البنك دخل في الخط غلط، افتكرني سرق الشنطه. ما حصلش حاجه يا نجار. سكينه يا بت معايا. خش جوه يا بت. بقت فتحت اهي. ايه ده؟ اديني فرصة وانا ارجع لك الفلوس. العملية خرجت من ايدي. تلاتة حاجة ساعة. اللي انت عملته ده الله يخرب بيتك. شوية التراب دول بنص مليون جنيه. ده هيروين من احسن نوع. الشوية دول على ما يوصلوا مجال افريقيا يحصلوا 2 مليون جنيه. خلاص يا حبيبتي،
اعوضك عن كل اللي خدته منك، هلففك الدنيا بلد بلد. هنطلع الاول على العريش، ومن العريش ناخد مركب صيد لايطاليا. انا عامل حساب كل حاجه. حصل يا نجار؟ رفاعة لطش النص أرنب. مش ممكن فرد يعملها لوحده. ما أعرفش إيه اللي فيها. هو مش قد اللعبة دي أبدا. اتكلنا يا نجار. إيه اللي حصل بالظبط؟ إحنا سلمنا البودرة وقبضنا بداله ورق عليه أخبار قديمة. والهيروين؟ ده بقى تبعكم. هو حط نص على نص وبلع له أرنب لوحده. مش مهم دلوقتي تبع مين. المهم اللي لازم يسافر دلوقتي، وإلا رحنا كلنا في توكر. سراك هو اللي لعب اللعبة دي يا سعادة البيه. أنا عارف. ومش هيسلك. ده ماشي في سكة واحد زمان كان لوحده ديك رومي بك وفزع. اصبر. أنت باعكوا برضو. خلينا بالمأمورية دي. ما أقدرش آخد القرار ده لوحدي. توحيد كلمك؟ الله، ده انت عارفه الحكايه يعني. توحيد ما يتعيبش يا يوسف. تعالي شوف يا ماما بتقول ايه يا ستي. ايه يا يوسف؟ عاوزه تجوزك لواحد ميكانيكي. توحيد؟ الله، ده انت كمان عارفه الحكايه. ما انا قلت لماما وقلت لتوحيد يكلمك الاول. كلمني الاول؟ والصنص الانجليزي اللي انت هتاخديه هتفرشه على ترابيزه المطبخ عشان تقور عليك كوسه. وبعدين بقى يا ماما؟ يا اخويا اسكت وبص لنفسك. ده انت بقالك 5 سنين متخرج من الجامعه. ده احنا دخنا 7 دخات عشان ننقلك البنك اللي هنا. لا وايه؟ مين عارف هتتجوز ازاي وامتى؟ ولا اختك ست وفاء اللي خدت جوزها وراحت السعوديه بقالها 2 سنين. هو انا في حاجه توكس وقتتي؟ يا ماما افهميني يا ماما. ده وضع مؤقت وهيتحل. وضع مؤقت؟ شلاه يا سي مؤقت. هموت انا بقى على ما يتحل. اسمع يا يوسف، لو عندك كلمه كويسه قولها، ما عندكش نقطنا بسكاتك اعمل معروف. يا بابا سيب ابوك في حاله، اهو زيك وانت كمان طالع له غاوين فقر وعنطزه. هنرجع للنقرازه تاني يا رتيبه؟ ايوه، ومش هبطل الا لما تعمل اللي انا عايزاه يا عبد الجواد. بقى يا عالم، حد يبقى عنده بيت زي ده وفي حته زي دي
وعلى مساحة قددي ويجيب لي 40 جنيه في الشهر بس. يعني عايزاني اعمل ايه يا رتيبة؟ اطرد الناس اللي فيه؟ لا يا اخويا تلحلح، اعمل زي ما الناس بتعمل، طلع تصريح هدم، حل كيسك وشخل فلوسك وكل شيء يتحل. منين يا رتيبة؟ من المقاول اللي حيبنيه. وافي انت بس وسيب الباقي عليا. مش هيحصل يا رتيبة طول ما انا عايش على وش الدنيا. يا مصطي انتوا عايزين تجننوني؟ عايزين تموتوني ناقص عمر؟ انا قايم اصلي ركعتين واستغفر الله من اللي انت بتقوليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوفي بقى يا ماما، الطريقة اللي انت بتفكري بيها دي غلط، ولو وافقتم على الجوازة دي انا هسيب لكم البيت ده وامشي. مع السلامة يا حبيبي. اللي بتجيبه معاك اول الشهر خده معاكم تماشي. يوه طبعا، ما انتوا ايديكوا في المايه البارده، محدش حامل الهم غيري، ناقصك انت وابوك. بتيجوا تلاقوا لقمتكوا جاهزه وهدمتكوا نظيفه، عايزين ايه تاني؟ شوف اما اقول لك، شغل اللمبة ده مش عليا. اطلع هات الفلوس. فلوس؟ فلوس ايه؟ لا ما انتش عارف فلوس ايه؟ اطلع. اطلع. طب تعال. تعال فهم فوق. تعال بس. بقى نص مليون جنيه ضاعوا. نص ايه؟ يا نهار اسود. ده انا شايفهم بعينيا دول وهما بيتحطوا جوه الشنطة. اسمع بقى. الروايات بتاعتك ديت انا مش فاضي اسمعها. هتجيب الفلوس ولا اخلص عليك؟ اسمعني بس يا انت اسمك ايه؟ مش شغلك. الشنطه كانت في ايدك انت والبنت اللي كانت معاك. ركبتوا الاتوبيس واداليتوا على عينيا شويه وكانت معاكم. وديتوا الفلوس فين؟ فلوس ايه؟ فلوس ايه وزفت ايه؟ هو انا لو كنت خدت الشنطه كنت هفضل قاعد مستنيك هنا لحد ما تيجي؟ ما تفكر بمخك يا اخي. بقى هاخد نص مليون جنيه وافضل قاعد هنا؟ هتجننني يا جدع انت؟ نص مليون ايه؟ الشنطه اللي انت سرقتها من سراج كان فيها نص مليون جنيه. وانت ايه اللي عرفك؟ ما انا قلت لك بتنيل على عيني، بشتغل في البنك اللي صرف الفلوس دي. يا جاه النبي، نص مليون جنيه يطلعوا كم الف دول؟ يطلعوا نص ارنب. كم؟ نص ارنب. طبعا طبعا نص ارنب. عارف نص ارنب 500,000 جنيه. يا ولاد حراميه، 500,000 جنيه واخد 100 على النقله؟ بقى اشيل 500,000 جنيه واخد 100؟ طيب انا اجار الكلب. الله، يعني انت ما كنت سرق الشنطه؟ تليه على عينك، سرق انت الاخر. انا كنت واخدها من الدهول التاني. بدل ايه؟ تمالك انت. اصلا لما خدت الشنطه منك ورحت اديها لسراج ما رضيش ياخدها مني وقال انها مش بتاعته. طبعا اصول الشغل. لا 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 يا حيدر، مش اصول شغل. سراج ضحك عليكم، خد الفلوس من الشنطة واديها لكم فاضية. مش ممكن، مش أول مرة اشتغل فيها مع بعض. ثم أنا مسلمه البضاعة بإيدي. بضاعة إيه؟ تمالك أنت. أنا مش ممكن أروح دلوقتي. بقول لك إيه، ممكن أتوه هنا لغاية الصبح. الصبح همشي يعني. ممكن. يا نهار أبوه أسود، أخد الفلوس والبضاعة كمان، ده يبقى بايع نفسه. دراعه فين؟ يا شفت اللي حصل في الأرض؟ أنا جاي وراك على طول. عارف يا سراج، انا حاسه اني
اني ما كنتش غلطانه ابدا لما سبت الدنيا كلها وجريت وراك. لسه يا روحي انت لسه ما شفتيش حاجه. انا هعوضك السنين اللي فاتت كلها، هرجع لك كل فلوسك اللي خدتها منك قبل كده. اخفى عليك يا سراج، هو في فرق بيني وبينك؟ ابدا يا روحي ابدا، انا هعيشك في العين، مفيش ست في الدنيا تحلم بيه. دي لعبتي انا لوحدي يا كوثر، لعبتي اللي خططت لها من زمان ولازم تنجح غصب عني. يوسف موجود؟ لا مش موجود، راح الشغل. نقول له مين حضرتك؟ يو انت حر؟ معصر المقاولات. وحياتك عاوز اسال على واحد عندكم اسمه سراج احمد منير. ما عندناش حد بالاسم ده. طب اديني حد مسؤول اكلمه. دقيقه واحده. السناني عند الباب اللي وراني دلوقتي. لو سمحت كنت عاوز اسال على واحد بيشتغل عندكم اسمه سراج احمد منير. ما افتكرش في حد عندنا بالاسم ده. ازاي يا فندم؟ ده صرف من البنك اكتر من مره باسم شركتكم ومبالغ كبيره. سوري اسف، الظاهر في عندنا فعلا شخص بالاسم ده. سراج ايه من فضلك؟ سراج احمد منير، ممكن اكلمه؟ اعتقد ان الاستاذ سراج في مأمورية. حضرتك مين وعاوزه ليه؟ الو وحياتك عصام. ايه لو حد سأل عليا انا خارج وراجع على طول. ماشي يا وقت يا عصام. ايه انت اللي بتطالب المعاصره للمقاولات؟ لا امال مين كان بيكلمك؟ يوسف. ايه انت مش كنت دلوقتي على الخط؟ انت اللي بتطالبها يا يوسف؟ معاك على الخط. ايوه يا استاذ يوسف، حضرتك فتحت موضوع. يا فندم انا اصل ما فيهاش حاجه معينه. يا ريت تشرفنا في الشركه نشرب فنجان قهوه ونتكلم. هنتكلم في ايه يا فندم؟ في سراج ولا في حاجه تانية؟ يا فندم انا
انا كل اللي كنت عاوز اتاكد منه. من ايه يا استاذ يوسف؟ من شخصيه اللي صرف الشيك. بس حساب شركتنا مش شبك يا استاذ يوسف، نتقابل ونتكلم احسن. الو، كده تسيبني نايم وتمشي؟ ما صحتنيش اخرج معاك ليه؟ اسمع رفاعي، انا ماليش دعوه باللعبه دي. خد ادي عنوان سراج اهو، واعتبر نفسك ما شفتنيش خالص ولا تعرفني، انت فاهم؟ هو حصل حاجه؟ يوسف، كان في واحد دلوقتي طالبك حالا في التليفون. مين؟ واحد بيقول انه صاحبك من زمان، كان في المانيا. انا ماليش صحاب في المانيا. يوسف، اما مالكش طلب يعرف عنوان البيت. وديتهوله؟ انا قلت له يجي البنك هنا، فقال لي انه مشغول لاخر النهار، فديته عنوان البيت. ايه يا يوسف، في حاجه؟ لا لا لا، مفيش حاجه خالص. أستاذ يوسف. أيوة. كنا عايزين ندردش مع بعض شوية. أنا من طرف السراج. يوسف، عن إذنك. سهام، لا فضورة المية دلوقتي. رفاعي، ايه؟ نبعد دلوقتي عن هنا. وبعدين يا رفاعي هعمل ايه؟ انت خايف كده ليه؟ انا كان مالي ومال الحكايه المهببه دي؟ حظك النحس بقى. لا يا عم، انا رايح ابلغ البوليس واخلص من الدوشه دي كلها. هتبلغ البوليس هتقول له ايه؟ هقول له ايه؟ اقول له على اللي حصل واطلب حمايتي. حمايتك؟ حمايتك من ايه ومن مين؟ انت بتحلم؟ دول ناس ايديهم طويله وطرشه. انت مش بتقول عرفوا بيتك وجولك البنك كمان؟ ايوه. يبقى عليك العوض. تعرف ايه الحاجه اللي تخليهم يبعدوا عنك وتخليك تطلع منها سليم؟ اننا نرجع الفلوس تاني. صح صح يا ولد، ده عين العقل. تعال، حلو قوي، مفتوحه. تعال. ايه؟ تعال. انت بتعمل ايه؟ تعال بس. ها؟ ايه؟ اركب. بس 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 انت كده تبقى سارق العربية. اركب وبعدين اركب.
هتشلل؟ ايوه. معاك رخصة سواقة؟ ورخصة عربية كمان. اهي. قلت لي بقى يا اخينا هرجع الفلوس دي ازاي؟ لازم نلاقي اسراج. صح. لكن ازاي؟ اذا كان ابن الحرامية سايب عنوانه في البنك على خرابة. اسمع. قبل اسراج كان في واحد بيصرف الشيكات من البنك لنفس الشركة دي. اسمه رشدي حسين عامر. المعلم رشدي؟ الله. انت تعرفه؟ ايه اللي قوي. سميتنا على اسمي غريبة. في واحد النهاردة سأل عن سراج منير فكرته بيهزر. أكيد بيهزر. رشدي حسين عامر موجود؟ ساب هنا من زمان. راح فين؟ راح مطرح ما راح. مين بيسأل؟ هيكون مين يعني؟ انا بس خفت تكون المهم تلاقيه في اسكندرية في المينا تصدير واستيراد حاجة كبيرة خالص بيطلع في الجرانين ساعات. اتفضل. مرة تانية يا حلوة. عن اذنك. محدش يرد على التليفون. قول انت مين وايه الحكايه بالظبط؟ احنا ناس طول عمرنا عايشين جنب الحيط وما لناش دعوه بحاجه ابدا. ابنك فين؟ يوسف. ماله يا بيه؟ ابني عمره ما كان له دعوه بالسياسه. سياسه يا وليه؟ فين الشرطه اللي جابها هنا؟ اسمع من فضلك توريني بطاقتك الشخصيه. يا راجل اتلاقي. النهارده بعد الظهر وانا ما رجعتش البنك خالص. اسمع انا عاوزك في كلمتين. اهلا يا طنط. ازيك؟ ازيك يا ابني؟ على اذنك معلش. من زمان ما حدش شافك. معلش. بتقول ايه يا يوسف؟ اديني الفلوس اللي عندي كلها دلوقتي. ليه؟ لقيت شقه؟ لا انا محتاج الفلوس ده سهام. محتاجها قوي. محتاجها في ايه؟ حصل حاجه؟ ايوه حصل. بس هاتيها دلوقتي وبعدين هقول لك. لا طبعا. انا مش هطلع مليم واحد الا ما اعرف الفلوس دي رايحه فين. ولا انت ناسي ان دي فلوسنا سوا؟ خلاص هاتي نصيبي فيهم. يوسف ارجوك يا سهام مفيش وقت. يبقى لازم اعرف ايه الحكايه بالظبط. يوسف انت ناسي ان انا خطيبتك ومن حق اعرف عنك كل حاجه؟ هتقدري الموقف؟ هحاول. عملت ايه؟ ما لقيتش غير 200 جنيه جبتهم. رضا هنروح فين؟ عش الوطويط. وبعدين معاك يا بنت انت ما تخليكي جدع عمار. وحشتني قوي. اسخلك لقمه تاكلها يا رفاعي. كتر خيرك. بابا احنا عندنا لحم النهارده وامي شايله لك مناب. انا جيت اشوفكوا قبل ما اسافر. ايه تسافر فين؟ ما تاخد مفتاح القهوه وتروح تفتحها يا ابني. هتفضل تجري كده لحد امتى؟ ان شاء الله يا حاجه بعد ما ارجع هفتحها واقف فيها. وانت عملت ايه؟ لا وانت عملوا معاك ايه؟ فلت منه. بقول لك ايه يا رفاعي
عشان خاطري. كفايه شقاوه، انا مستعده انزل معاك القهوه وايدي على ايدك زي زمان. جرايه يا بت، ما تكت من مول هات بوسه. مش قدام العيال يا مجنون. نفسك تسوق؟ لعلمك بقى انا حاجز على عربيه سيات. بتعرف تسوق ولا لا؟ لسه، انما سهام بتعرف. حلاوتك اسكندريه هتبقى برد دلوقتي. بس انا حاسس كاني رايح اصيف. مساء الخير. وحياتك عايز احط الشنطه دي في الامانات. مساء الخير. على فكرة أنا شفت البرنامج ده قبل كده، كل الأغاني اللي فيه بايخة وقديمة. ما تعجبش غير العواجيز والمراهقين. ما تنام بقى يا اخي. خفت تروح؟ لا، صعبت عليا اسيبك لوحدك. قول يا رفاعي، ما فكرتش تاخد الشنطه من سراج وما ترجعهاش؟ بيني وبينك لما عرفت ان انا كنت حمار بيشيل ملايين وضحكوا عليا بملاليم، النار طلعت في دماغي. بس العمليه صعبه قوي، والعالم اللي بيشتغل معاها ما بترحمش. طب ما هو سراج كان زيك. سراج ده مجنون، شال راسه على كفه وماشي.
ده عايش لوحده يابا فرضان. انا في رقبت عيله تعرف امبارح وانا بسلم عليهم صعب عليا قوي. بنت نعيمه دي جدعه قول لي ارفعها. عرفتها ازاي؟ كنت بشتغل عند ابوها في قهوه صغيره كده، كانت هي في النصبه وانا في الارضيه. في يوم حاولت ابوسها كلتني قلم على وشي رن في وداني. بعد اسبوع كنت متجوزها. وانت؟ انا لسه ما تلعبتش القلم. ايه ده؟ هات الشيك ده. انا نازله في اوضه 210. ميرسي قوي، ده منشط للدوره الدمويه. العربيه معانا بدل ما كنا رميناها في الشارع. ده تلاقي البوليس قلب الدنيا عليها. يمكن نحتاجها. نبقى نستلف واحده تانيه، مش مهم العربيه دلوقتي. هو البني ادم بيعيش كام مره؟ عاوز تقول ايه؟ سراج مش هجدع مننا. عليا النعمه اللي ناخد النص تقارنا بنقسمه بينا وبين بعض، انت ورك وانا ورك. قلت ايه؟ قدها. والناس بتوعك؟ ناخد الفلوس الاول وبعدين نحلها الف حلال. قلت ايه؟ مش عارف، مش عارف ابو رفاع. مش عارف ده ايه؟ ما تسيبك من شغل العيال ده بقى. هتفضل طول عمرك كده؟ طول عمري. قلت ايه في يومك اللي مش فايت ده؟ هاتي ايدك، امسكي ما تخافيش. بالراحة بالراحة عشان ما تعوري. الحمد لله على السلامة. تعبتك معايا. معلش أنا بحب التعب قوي بس مش عشان أي حد. شربت مية؟ يعني حاجة بسيطة. أول ما نوصل الشطة هنزلها لك. أنت عارفة إن أنا غاوي كشافة طول عمري؟ مفيش حتة في مصر غير لما زرتها. انت زرت البحر الأحمر؟ لا. هيعجبك قوي لما تزوريه.
انا حاطط في العربيه خيمه صغيره وبعض المعدات. جاهز. عيب هو في وقت. انت عارف ان انا طلعنا جيران في مصر؟ لا لا لا، هنا اوضتي جنب اوضتك على طول. انا اتخضيت عليك قوي. دفي شويه كده. ده انا حبيبك يا معلم واقف عرضك، ما انتش فاكرني. انت اللي سالت عليا امبارح في مصر؟ ايوه يا معلمي. ما بلاش حكايه معلمي دي، انت فاهم؟ كنت عايز ايه؟ واقف عرضك يا معلمي، طالب حمايتك. صباح الفل يا رشدي بيه. ايوه ايوه ميرسي قوي. لا وصلت بالسلامه امبارح. طب وما نزلتش عليا طوالي ليه زي ما اتفقنا؟ بتقول ايه؟ الامانه فين يا اسرار؟ واحده واحده بس من غير حمقه. لا طب كله تمام التمام. مش هينفع الكلام في التليفون، لازم نقعد كده. ما تنساش تجيب الامانه معاك. لا يا رشدي بيه انا ما اقدرش اجي عندك، انا مستنيك هنا في فلسطين في البر. اوكي مش خلاص؟ الا هو انت عايز التليفون؟ ايه رايك؟ اتفضل. حاجة يا رشدي اسمع يا صرصار، انت الواد اللي تحت ده تمشيه يوسف؟ احنا مش ناقصين لا بعيال. ده واد جدعاوي يا رشدي بيه. انا قلت يمشي يعني يمشي، مفهوم؟ مفهوم. خد الباكو ده تحت الحساب، انت من دلوقتي تبعي، مفهوم؟ سراج قاعد في اللوكان ده نفخ لبطنه عامل ملك، مفهوم؟ اسمعني كويس، انت دلوقتي ميت ميت صح؟ ما انا واقف في عرضي بيه. ما انت ما انتش هتقع في عرض بلوشي كده يا روح امك. لذيذ يا رشدي بيه. حاضر يا فندم، دقيقة واحدة. تليفون من مصر. طيب. الو؟ عملوا فيك ايه؟ ابدا. ما تقول لي يا رفاعي ايه اللي حصل؟ خد دول عشانك. ايه دول؟ ودول تديهم لنعيمه في عيش الوطويط. اسال على الواد صبح ابني. رفاعي ايه اللي حصل؟ خد الفلوس واخلع انت. العمليه دخلت في الغويط. قول لي بقى انك عاوز تقنطرني علشان تطلع بنص ارنب لوحدك. يا بني ادم اسكت. لا مش هسكت بقى يا رفاعي. ها؟ ما انا مش كرادي عشان اتاكل اوانطه كده. يا حمار انت، انا خايف عليك. انت مش وش الحاجات دي. اللعبه دي مش باين لها اخر. يلا اتكل على الله. انت رايح فين؟ رشدي واخدني يغديني في الكندا لوكس. طعم الاسراج يا سيدي على اخر الزمن. فين؟ روح. انت مش قد اللعبه دي. روح اتكل على الله.
خلصت منه؟ خلصت. احجز لك اوضه هنا. هنا سراج نازل هنا، انا هجيب لك نمره الاوضه اللي هو نازل فيها. حاضر. حسك عينك يشوفك ولا يقابلك. ماشي. خليك في الاوضه لحد ما اتصل بيك. حاضر. ما تروحش من ناحيه البار. يعني كله تمام. برافو عليك. انا كمان جاهز. اتعابك موجوده، هتاخدها وانا بطلع المركب. هي هتتحرك الساعه كام؟ طيب انا هكون عندك بعد الفجر. الباسبور موجود وكل حاجه جاهزه. طيب مع السلامه. طب متشكر. الو، أوضة 12 من فضلك. طب لما يرجع وحياتك قولي له رفاع اتصل بيك. ايوه انا اللي قاعد معاه. ما انتش خايف؟ شوف يا ابو رشد، ما دام في مخ نضيف بيشتغل ما تخافش. وبعدين العمليه انا مخطط لها وعامل حساب كل حاجه. يعني هتطلع بيها لوحدك؟ بعد اذنك. بس انا هعمل باصل برضه وهديك البدره، ما تخافش هكرمك. مش هاخد منك النص ارنب تمنها، هقسمك انا الربع وانت الربع. واذا رفضت؟ ما صدقش انك ترفض نعمه جايلك لحد عندك. انت عارف ان ما حدش بيتعامل في البدره دي غيري انا والناس بتوع مصر. لا يا رشدي، انت نسيت واحد تالت. مين؟ انا. اذا ما خدتهاش هسافر بيها على افريقيا واوزعها لحسابي، وبرضه عامل حسابي للنقطه دي ومربط مع ناس حبايبي زيك كده. ما تخافش على اخوك وحياتك يا رشدي. ما تاخرش عليا الليله، لازم الفلوس تدفيني. والبضاعه هتستلمها بعد ما اسافر.
خلي بالك ما تلعبش بيا وانا ما العبش بيك. الو نازل باسم انور احمد وجدي. شوف نمرة الاوضه بتاعته. الليله لازم تكون البودره والفلوس في ايدينا. الظاهر انه ناوي يهج الليله. اسمعني من غير ما ترد. اعمل اي حاجه وبسرعه. انت ناوي تروح فين؟ ماموريه صغيره كده وهرجع على طول. اوروبا؟ انت ما بتكليش ليه؟ الاكل هيبرد. مش بقولك انك خطير؟ على فكره انا اموت في الغموض ده. ما بيعجبنيش الراجل السطحي ابدا. ابو حجاج برافو عليك، ده انا افتكرتك روحت. تعالى تعالى. كنت عاوز تقلشني انا ها علشان تتمتع بالعزه ده كله لوحدك يا اخويا. يا واد يا مدقدق انت قول لي عرفت ان انا هنا ازاي؟ صبيه كمعلمه. بس بقى التاكسي اللي داخل سبع دخان ده بقى مخصوم من نصيبك. ماشي يا عم. ايه ده؟ ايه ده كله؟ يخرب بيتك يا رفاعي. دي كلطة الناس الكبار قوي. اقعد كلك لقمه، الاكل كتير يكفي خمسه. كله بتمن وحلاوه. ولا اقول لك خد دش الاول. الحمام هنا ببانيو، ميه سخنه وميه ساقعه. لا في صفايح ولا كيزان. كيزان؟ هتقول لي بقى ان بيتكم فيه بانيو؟ لا. ما تقوم يا جدع خد لك حمام، زمان جتتك عفنت. انا جعان. خرب عقلك يا رفاعي. بقيات هتسكن في القنده زي دي؟ ده انا عمري ما كنت احلم. اصل السراج نازل هنا. ما انا شفته تحت. كان بيدفع مع حته واحده. يخرب بيته. ده بيوقع كل وقعه ووقعه. في المطعم؟ ومديها خمره. امال فين الخمره يا ابني؟ طب قوم قوم. اقوم فين؟ لما اكل. كل تحت في المطعم وخلي عينك عليه عبال ما اقلب اوضته. الو الاستاذ انور احمد وجدي. طب هو نازل في نمره كام؟ يعني اهني نفسي يعني. طب ما تقومي بقى نطلع فوق. مش لما نخلص اكل الاول؟ انت عارفه ان انا كنت المفروض اطلع دكتور. ابويا كان نفسه حقق له الامنيه دي، وفعلا قعدت في كليه الطب 3 سنين وتخرجت منها. ياه. مش شطاره. هم خرجوني غصب عني. امي بقى الله يرحمها كانت غاويه تمثيل. كان نفسها اطلع ممثل. هي الوحيده في الدنيا دي اللي كانت شايفه اني شبه عمر الشريف. القرد في عين امه. الله يرحمها كانت بتحبه قد عينيها. صوره كانت ماليه البيت، حتى في اوضه السفره كانت معلقه له صوره بالحجم الطبيعي عشان تفتح نفسها على منك لله. انا ما اعرفش رجاله كتير في حياتي، لكن اقدر اقول انك خطير. مش للدرجه دي. امال انت ايه؟ ايه يعني ايه؟ نفسي اعرفك اكتر. هتتعب.
قلت لك قبل كده اني بموت في التعب. انت متجوزه؟ كنت. وبعدين طلقته. اصل انا ماليش تقل على الرجاله. وبعدين الراجل اللي اتجوزته طمع في فلوسي. الله، افهم من كده اني غنيه. عندي فلوس كتير ومش عارفه اعمل بيها ايه. شوفي الصدف، انا كمان غني، تيجي نحط فلوسنا على فلوس بعض ونبعزقهم سوا. مش قلت لك انك خطير؟ لو سمحت 208 من فضلك. متشكر. متهيألي بقى انا المره دي اللي امضي على الفاتوره. متشكر. سيادتك تؤمر بحاجه؟ ها؟ لا 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 ولا اقول لك الغي طلب بقى. معلش. ومتين وعشرة لو سمحت. أنور بيه، مش حضرتك خدت مفتاح أوضتك؟ يمكن. هنقعد مع بعض شوية ولا ايه؟ أنا نسيت أقول لهم حاجة مهمة أوي في الريسبشن. عن إذنك. مش عليا اسيبك لوحدك. امال ايه اللي حط المفتاح في الباب؟ ممكن تكون نسيته او حد كان بينظف الاوضه. على رايك. لكن انت بقى من نوع المقتحم كده؟ مفيش وقت. مش ناخد كاس الأول؟ ناخد. سك ولا مية؟ سك.
بصحة عمر الشريف وفاتن حمامة كمان؟ كفاية قوي، احنا فاضيين لهم. على رأيك. يا سلام، تعرف ارفعي، انا عمري ما كنت احلم ان هيحصل اللي بيحصل ده ابدا. والله انت رايق قوي يا اخي. ما تفكر معايا هنعمل ايه دلوقتي، الاوضه ما فيهاش حاجه خالص، هيكون شايل الفلوس والبودره فين؟ سراج مش سهل، مش ممكن يكون شايلهم معاه. على فكره الحكايه دي باين عليها هتطول، وانا ما عملتش حساباتي في الغيار، بس انت بقى يا عم عملت حسابك وجبت معاك قميص وسويتر. شوف انا بفكر في ايه وده بيفكر في ايه، انت هتجننا يا جدع انت. ما تتحمقش كده، في الافلام الامريكاني البطل بيبقى بارد جدا، وكل ما المشكله تتعقد يبتسم ويولع سيجاره. انا فرحان جدا وخايف جدا ارفعي. عايز منك خدمة يا يوسف. عمر، بما انك باين عليك قاعد، ابعت 300 جنيه من الفلوس اللي اديتهالك على البيت لنعيمة في البوسطة. 5 عطفة دكروري بجوار البقال طرف ام نعيمة. مش عاوز كمان ابعت جبالك هنا؟ خد يا اخويا جار الكوبر بتاع السيمة ابو سجارة. الو، لو سمعت تديني 25 314. ايوه 314 معاك. عملت ايه؟ قلبت الأوضة ما سبتش ولا خرم إبرة، مفيش أثر لأي حاجة. لازم الحكاية دي تخلص قبل نص الليل ما يخش، مفيش وقت وبأي طريقة. رجاء، في واحد طالع بيدخلهولي. حاضر يا فندم. رشدي بيه منتظر سيادتك فوق. انت تاخدي شنطتك وتروحي على طول، ما تبصيش وراكي وما تطقيش بكلمه والا هخرسك. طول عمرنا زمايل. انا كار ده، انا بقالي سنين استنى الفرصه دي. لا هاسمك في البضاعه، بس اسمع كلامي. البودره فين؟ سراج، كنت فاكر انك هتقدر تلعب لوحدك يا غبي. ماما وحشتيني قوي. ايه؟ لا ما تخافيش، مفيش حاجه.
ازاي سامي او بابا؟ تعال يا يوسف، تعال بسرعة، سيب كل حاجة وتعال اوام. لا لا، خد تاكسي وتعال. ها يا يوسف، تحب اجيلك؟ ها؟ طب قول لي انت فين وانا اجيلك. انا توحيد يا يوسف. توحيد؟ انت بتعمل ايه عندك؟ لا 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 لا، انا حاجي. عملت ايه؟ خلصت على رشدي. الحاجات الشخصية ملهاش مكان عندنا. قتلته ليه؟ خاين وكلب. صباح الخير. اهلا. دي تذكرة امانات سكة حديد مصر، هتنزل مصر دلوقتي حالا تشوف فيها ايه. انا متأكدة انها البودرة. لو هي البودرة قولي شوقي يطلعها في طيارة نص الليل، لو ما فيهاش اتصل بيا على طول وقولي شوقي يبعتلك سيغير ميعاد الطيارة بكرة نفس الميعاد. حاضر. أنا مش هتنقل لغاية ما يجيلي تليفون. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ سيبت ركبي، افتكرته قتلك. هو مين ده؟ الراجل اللي جالي البنك. وانت شفته فين؟ كان خارج من اللوكاندا وانا جاي. طب اوصفهولي كده. راجل اصفراوي كده وعلى وشه هم الموت. النجار. الله، يعني وصلوا. دي حاجه ما تطمنش ابدا. ايه اللي حصل؟ السراج ما بيردش ورشدي مش في المينا والنجار كان هنا. هي ايه الحكايه بالظبط؟ الو، وحياتك اديني اوضه 210. اهلا يا روحي، انت رحت فين؟ جيت اغير هدومي وهنزل على البلاج قبل ما الشمس تغيب. طب دقيقه واحده حبيبتي، هقفل الدش، نسيته شغال. خليكي معايا. الشنطة اللي في الأمانات. الو،
الو 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 ايوه يا حبيبي، كنت فين المده دي كلها؟ طيب انا هسبقك على هناك، بس ما تتاخرش عليا. تفتكر هي الشنطة اللي فيها الفلوس؟ أكيد كان شايلها في الأمانات، دي هي شبه الشنطة الأولانية بالظبط. الواحد جري كتير اليومين دول، حد يسيب نص مليون جنيه بعيد عنه؟ رفاعي إيه؟ تعال، ده باين عليه لسه بيحب. يلا بينا على اوضته. رحت الجمرك؟ اتصلت بواحد اعرفه وهو اللي هيخلص لي عليها. بيتهيألي اني اعرف الواحد ده. مين ده؟ رشدي. معرفش حد بالاسم ده. يا ترى التيكت معاكي ولا بعتهوله؟ ولا يمكن جه خده وانا نايم؟ وانا صغير كانوا بيسموني القطر. عارفه ليه؟ عشان كنت بدهس اي حد يقف في سكتي. مره عيل صغير سرق مني كره شراب، عاديكي شالوه من ايدي على المستشفى بين الحياه والموت. التيكت فين؟ خد المفتاح معاه. يعني لازم نواجهه. اهي اهي دي اللي كانت معاه. دي خلي بالك اوعى يكون معاه سلاح. الفرصة قدامنا، يلا نروح. اللعبة ما بقتش لعبة. روح انت. لا مش هسيبك. ما تبقاش مجنون، المرحة تاخد الفلوس. ملعون ابوها لابو الفلوس. انت مش عاوز تروح لنعيمة وصبحي؟ ابعد عني. روح انت. لا مش هسيبك. روح بقولك مش هسيبك. روح. اتفضلي يا فندم. متشكر، انا نازله تحت. تعالي.
روح يا يوسف روح ارفع. شوف يا نجار، انت هتمشي معايا زي ما انت، انا الرائد يوسف الدليل، مفيش فايده.